وأما المعنى الإجمالي للآية فالله عز وجل أنكر على اليهود والنصارى الذين زعموا ادعاء دون دليل أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أنهم على دين اليهودية والنصرانية، فرد الله عز وجل عليهم: قل أنتم أعلم أم الله. وذلك يدل على ضعف ونقصان عقل من ترك دين الله. لما؟ كيف يكون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من اليهودية والنصرانية وهم أسباق من اليهودية والنصرانية؟ وإنما اليهودية والنصرانية أتت بعد هؤلاء، فكيف يقولون إن هؤلاء على دين اليهودية والنصرانية لكن هؤلاء اليهود والنصارى من أعظم الناس ظلما، لأنهم يعرفون الحق وكتموا شهادة الله. ولذا قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن هؤلاء الأنبياء أنهم ليسوا على شريعة النصرانية ولا على شريعة اليهودية. ولذلك ماذا قال عز وجل مهددا لهم: وما الله بغافل عما تعملون، أي عمل قل أم كثر. ثم كرر قوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، من باب بيان أن من سلف من الأجداد فإن عملهم الصالح لن يفيد الذرية إذا لم تعمل مثل عملهم الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.